يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 14، الإسكندرية 21-13، مطروح 22-11، بورسعيد 20-15، والإسماعيلية 23-12. أما عن السويس فدرجة الحرارة العظمى 23 درجة والصغرى 12، العريش 20-9، طابة 22-13، شرم الشيخ 25-16، والغردقة 25-15. أما عن الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 27 درجة والصغرى 14، أسوان 28-15، الوادي الجديد 27-10، شلاتين 27-17، وأخيرا حلايب العظمى 25 درجة والصغرى 16. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. Thank you.